مساء الخير يا معالي السفير. مساء الخير، اهلا وسهلا. ما حذرنا منه بالامس وقع اليوم وعملها ترامب، وقلنا انه سيعملها، وانا قلت وقتها بان من يتابع سلوك ترامب يستطيع ان يتنبأ بتصرفاته، ولست مع الذين كانوا يقولون لنترك له بعض الوقت حتى يعبر عن نفسه. صح. لان استاذ تامر، يعني انا اقدر مشاعرك ومشاعري ومشاعر كل الناس، الناس ترى بان هذا يوم اسود، وانا اكرر هذا يوم اسود لفلسطين، هذا يوم اسود للقدس، هذا يوم اسود لمصر، هذا يوم اسود للعالم الاسلامي، هذا يوم اسود للمسيحيين في كل العالم، هذا يوم اسود قرره ترامب بحماقته لهذه المدينة المقدسة. ولكن لست مع اللطم، أنا مع الإجراءات. نعم. والإجراءات وما جرى اليوم دعنا ننظر له بعين الفاحصين. القرارات التي صدرت عن المجتمع الدولي من خلال مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة كلها تقول بأن الأراضي المحتلة عام 1967 هي أراضي محتلة تعود لفلسطين، وبالتالي القدس بما أنها جزء من أراضي 67 لا يجوز المساس بها. وقبل يومين صدرت قرارات متكررة عن الأمم المتحدة بمنظمات مختلفة تؤكد على هذا القرار وتعيد ترسيم أن القدس جزء من فلسطين وليست جزءا من دولة الاحتلال الإسرائيلي. لماذا هذا التفكير الذي أقول؟ لأقول التالي: ترامب قبل دقائق اخترق القانون الدولي في حفلة على الهواء مباشرة بثتها وسائل الإعلام العالمية كلها، وبالتالي ترامب أعلن عن نفسه خارج عن القانون. وأنا أدعو علنا ورسميا أن تتبنى جامعة الدول العربية قرارا يطلب من الأمم المتحدة محاكمة ترامب على أنه قد اخترق القانون الدولي وأنه يمارس البلطجة السياسية واختراق القانون. هذا نص قانوني ولا علاقة له بردود الأفعال العفوية الشعبوية. ترامب الآن خارج عن القانون الدولي، ويحتاج ونحن نحتاج إلى تقديم شكوى رسمية في المؤسسات الدولية من جهة رسمية عربية تطلب محاكمة ترامب والدولة التي تؤويه التي قامت باختراق هذا القانون الدولي. إذا مش قادرين يتحملوها يا أستاذ سامر، فأنا أتقدم بشكوى بصفتي مواطن عربي فلسطيني بأنني أتقدم بشكوى ضد هذا الشخص اللي اسمه ترامب إلى الأمم المتحدة لأنه اخترق القانون الدولي علانية وعلى الهواء مباشرة. لا. وهذا والذي يفصل بيننا نصوص القانون الدولي. ومحتاج شريك يا أخ تامر إذا مستعد. طيب أنا عندي سؤال، وممكن نكون اتكلمنا فيه من يومين لما كنت حضرتك مشرفني هنا على الهواء وبنناقش إمكانية أن يقدم ترامب على هذه الخطوة، وهي فكرة أنه هل يمكن مثلا أن تعلن السلطة الفلسطينية، أن يعلن الرئيس أبو مازن اليوم أو غدا بعد الاتفاق مع الدول العربية وبالتنسيق معها أنه خلاص سقطت وساطة الولايات المتحدة الأمريكية نهائيا، وأننا لن نرضخ إلى هذه الوساطة ولن نقبل منها أوراق، لن نقبل منها أطروحات، لم نقبل منها مبادرات، وسنبحث من الآن عن وسيط آخر نزيه؟ ستسمع هذا الكلام خلال وقت قصير جدا جدا فعلا. وانتظر نعم هذا صحيح، وستسمع أيضا استجابة لما أطلقناه عبر برنامجك الآن بمحاكمة ترامب. هذا يجب أن يحدث، وأنا أتحدث بنصوص قانونية. يعني أنا معلوماتي أنه السفير الفلسطيني بالقاهرة أبلغني منذ قليل أنه بعد قليل سيطلق الرئيس الفلسطيني أبو مازن كلمة على الهواء إلى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وشعوب العالم ردا على قرار ترامب. هل يمكن أن يحوي مثل هذه المضامين؟ بإذن الله تعالى. وأنا بقول لك علشان تكون عارف، والأصلا الكلمة مسجلة، يعني إحنا نجهز لهذه اللحظة ونتعامل دون باقي الدول التي قالت اتركوا دعونا نراقب ماذا سيفعل. إحنا كنا عارفين أنه سيفعل هذا الترامب، وبالتالي سنشهد خلال الساعات القليلة القادمة تدهورا كبيرا في طريقة التعامل، لأن كمان مرة لأن ترامب قرر أن يستثير العالم، لأن ترامب قرر، آسف على التعبير، قرر ترامب أن يبصق على العالم العربي وأن يبصق في وجه العالم الإسلامي وأن يبصق في وجه الأمم المتحدة ويخترق القانون الدولي على الهواء مباشرة.
انظر إلى حركاته التي قام بها، كيف كان يتحدث، لغة جسده، وكيف جاء بورقة كما الطفل الصغير الذي يتحدث زملائه في المدرسة ويوقع أمام العالم ويشيح بالورقة في كل الاتجاهات. هذا الشخص غير المتزن يحتاج إلى معالجة قانونية من الأمم المتحدة ومن المؤسسات القانونية الدولية، لأنه اخترق القانون الدولي. بس يا سعاد سفير، يعني مع اتفاق الكامل مع ما تقول، بس أنت تعلم أننا أمام منظمة مش الأمم المتحدة، منظمة الولايات المتحدة، فيعني أن تنتظر منها عقابا لأمريكا أو عقابا لترامب، فهذا برضو كانتظارك للخل الوافي والعنقاء. عظيم الكلام اللي تفضل فيه، ولكن أيضا لأن نفس المشاعر موجودة عند ترامب، فماذا يعني الإجراء الذي قاله؟ يعني أنه ليس فقط غير من معالم القدس ومن الوضعية القانونية، بل أنه لربما أراد هذا الرجل أن يعلن عن تغيير في النظام العالمي الجديد، لأنه يدير ظهره للأمم المتحدة. نعم. ولا تنسى أنه في عديد من الخطابات قال بأنه لم يعد يحترم الأمم المتحدة، وبالتالي سعد سفير أرجوك، يعني معلش، أنا مقدر طبعا حماسك في فكرة الحشد الدبلوماسية. حماسك أنا أقدر فتحي. لا 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 لا، هي الفكرة بس كلها أنه أنا رهاني على المنظمة الدولية، وأي حشد تجاهها شايف انه قد يكون رهان خاسر. يعني احنا مش بس دونالد ترامب، انت بتتكلم على عندما اعطت الولايات المتحده الامريكيه ظهرها للامم المتحده وللشرعيه الدوليه وضربت العراق بقرار منفرد، ماذا حدث؟ كيف عاقبتها الامم المتحده؟ لا شيء، فلا يمكن ان ننتظر نتيجه مختلفه على نفس الفعل. تمام، اذا فليتقدم المسؤول الرسمي بطلب للمحاكمه او بالمراجعه القانونيه لما قامت به الولايات المتحدة، وتعلن المؤسسة الدولية أنها لا تستطيع أن تفعل شيء. طيب. لكن أن نبقى ساكتين، أن يبقى المسؤول الرسمي ساكت، وأنا أقول يضع نفسه كما تفضلت أنت قبل دقائق، المسؤول العربي يضع نفسه أمام محك شعبوي مهم. صحيح. ماذا ستفعلون للقدس؟ بالنسبة للجمهور هتنزل الشارع وتقيم التظاهرات وتقول وتصرخ وتعلي صوتها، ويمكن ترمي حجار، ويمكن ويمكن، هذا قائم. أنت المسؤول، ماذا ستفعل؟ المسؤول مطلوب منه أن يلجأ إلى المؤسسات السليمة، والمؤسسات هي التي تدير ظهرها أو تطبق أو تنفذ. مفهوم. خلوا يا أخي، خلي الأمم المتحدة تصدر بيان وفاتها بنفسها أمام تحدي ترامب. خلينا نشوف يعني... هذا الكلام أستاذ سامر، هذا يعني أن ترامب وضع العالم على محك، إما أن النظام الدولي مستمر أو أنه يقوم بتغيير النظام الدولي كله، وبالتالي دعنا نخوض في هذه التجربة. وأنا أقول لك أنه حتى الفكرة إن كنت مستصعبها قليلا، نريد أن ندفع بها لتتحول إلى فكرة حقيقية، وليثبت هؤلاء القادة الذين، يعني هو اللي حضرتك طلبه يا حازم بيك، انه الامم المتحده تطلع تقول كده قدام الناس اننا لمؤاخذه، ماشي، هنستفيد ايه؟ نستفيد انه تعلن انها لمؤاخذه، واننا نستطيع ان نتفاوض مع تلك الاطراف التي ترى انها تستطيع ان تغير بالنظام، قوه لقوه، وان العرب كتله واحده. طيب ما تخلينا نعدي مربع واحد، واحنا دلوقتي في مربع اثنين، علينا ان احنا نناطح هذه القوه قوه بقوه. تمام، اذا القرار الثاني انه مثلا اقترح انه طالما انه ترامب قرر الان، خذ فكره مجنونه اخرى، أي. ترامب قرر الان انه هو اختار القدس عاصمه لاسرائيل. نعم. وبالتالي هو سحب اعترافه، التاريخ يقول انه القدس عاصمه فلسطين، وهذا نعم. اعتراف تاريخي موجود. صحيح. فهو قرر، ترامب قرر لوحده انه هذه العاصمة هي لإسرائيل ليست لفلسطين. طيب، هل هذا الشخص بصلاحياته ان يقرر عواصم دول لصالح شعوب على حساب شعوب اخرى؟ برضو هذا يخترق القانون الدولي. طيب عظيم، مقابل هذه الفكرة خليني انا وانت والثاني والثالث نقول نسحب، احنا لا نريد واشنطن عاصمة. طيب ماذا تستطيع ان تترجم هذا الكلام الى اجراءات من دولة لدولة؟ تستطيع الدول، خليك معي، يعني مش عايز أكون يعني متأمل كثيرا في القيادات، ولكن بدل أن يقول سحبنا السفير، يقول بأنه علقنا عمل سفرائنا العرب ولا المسلمين ولا أي دول وقعت أو صوتت لصالح قرارات
دولية تقول بأنه علقنا عمل سفرائنا في عاصمة في العاصمة واشنطن، لأنه اتضح أنه كل رئيس لوحده بيختار عواصم الدول لوحديها وبيقرر. طيب بص بص على سعادة السفير، أنت تعلم يعني محبتي، وأنا بفكر مع حضرتك قدام السادة المشاهدين بصوت عالي، وأنا بقول لحضرتك أيضا أن هذا رهان قد يكون غير مجدي قوي، لأنه مش هيحصل. يعني لن تستطيع الدول العربية أنها تقول أن أنا هأخفض مستوى تمثيلي أو أعلق سفرائي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه خلينا نبقى واضحين مش هيحصل. لكن اللي احنا قلناه في الأول إن هو الدول العربية وعلى رأسها فلسطين تقول قولا واحدا أننا أسقطنا الولايات المتحدة الأمريكية من منصبها كراعي ووسيط نزيه لعمليات السلام، وسنبحث عن وسيط جديد، وفي هذا ضربة في مقتل للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه سيفقدها دورها في المنطقة ووزنها الاستراتيجي في هذا الإقليم. ده رقم واحد. رقم هذا اثنين، هذا ستسمعه خلال وقت. ممتاز قصير. ممتاز، دي خطوة مهمة وموجعة. هنا 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 صحيح. هنا الخطوة الموجعة. الخطوات الأخرى ليها علاقة بأوراق الضغط المملوكة عربيا على الاقتصاد الأمريكي الذي له مصالح وأهداف كثيرة في هذه المنطقة، استطيع أن نضغط عليها أيضا، لأنه أمريكا لا تفهم إلا لغة الخسارة والمكسب ولغة المصالح. أضف إلى ذلك النقطة الثالثة والأخيرة، وهي متعلقة بالشعب الفلسطيني، أننا عندما خففنا من وطأة المقاومة اطمأن الإسرائيليون والأمريكيون. تغيرت المعادلة من الآن، تغيرت المعادلة. نحن في حركة فتح وضعنا سلسلة من الفعاليات، برنامج تصاعدي يزيد من يوم إلى يوم، له علاقة بمنهج المقاومة ويعتمر على الأرض، وقد بدأت الفعاليات من اليوم. هو ده الكلام، هو ده الكلام. أنا بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية.